السلام عليكم حبيبي طلاب وطلبات الصف الثالث الإعدادي لغات، معكم مستر محمد رمضان من قناة ميس تريجر، والنهاردة معادنا نحل موديل 2 من مذكرة التوجيه الشرقية. تمام، والحقيقة من المذكرات الممتازة جدا، فيها فكر عالي بعيدا عن التعقيد وتفكير خارج الصندوق. تمام، طيب هي هنا المذكرة دي بتقيس مدى فهم الطالب، فاحنا طبعا دي بتعتمد على الطالب الفاهم مش اللي حافظ. طب تعالوا نحل مع بعض نشوف الأسئلة هنا بتقول إيه. طبعا أول سؤال بيقول لي if 2x plus my equal 12 وال x plus 3y equal k have infinite solution in r by r then k minus lambda equal k. قلت لكم أنا عندي هنا يعني إيه infinite solution. طيب أنا عندي لو في straight line زي كده والتاني ليه infinite solution، فبيكون هو نفس ال straight line، بيكون الاتنين r coincident. coincident يعني إيه؟ يعني متطابقين زي كده، يعني الايكويشن دي هي نفسها الايكويشن التانية. وقلت لكم عشان نحل ببساطه لازم نعمل كومبيرنج بتوين تو ايكويشن، يعني الايكويشن الاولى عندي هنا قال لي 2x وهنا دي x، فانا هعمل دي تايمز 2 بس عشان تبقى زي دي بالظبط. فنقول 2 تايمز الـ x ايكوال 2x، 2 تايمز الـ 3y ايكوال 6y، وعندي هنا 2 تايمز عندي هنا k. ماشي، طيب يبقى عندي هنا 2 تايمز الـ x 2x، 2 تايمز الـ 3y ايكوال 6y، و2 تايمز الكي ايكوال كام؟ ايكوال 2 كي. طب تعالى نعمل بقى كومبيرنج تاني. انا عندي هنا الام هو الكوفيشن بتاع الواي اللي هو كام؟ اللي هو 6. طب وال12 ايكوال 2 كي، يبقى الكي ايكوال كام؟ الكي ايكوال 12 ديفايد باي 2 ايكوال 6، يبقى الكي ب 6. طب هو عايز ايه؟ قال لي والله انا عايز الكي ماينس الام اللي هو 6 ماينس 6 ايكوال كام؟ ايكوال 0. الاجابه عندي هنا مين؟ 0. طيب نيجي على السؤال الثاني. السؤال الثاني بيقول لي ايه؟ بيقول لي ذا كومن دومين، كومن دومين انا عايز الكومن دومين بتوين، عندي هنا 3 اوفر اكس باور 2 ماينس ال 1، وعندي 2 اكس اوفر اكس باور 2 ماينس الاكس. طب انا عشان اجيب الكومن دومين بتاعهم بجيب السيت اوف زيروز اوف دينومينيتور، يعني مثلا عندي هنا الدينومينيتور بتاع الاولى اكس باور 2 ماينس ال 1 هنقول ايكوال 0، هعمل الفاكتورايزيشن بتاعنا هيبقى اكس تايمز الاكس و1 تايمز ال1 مره بوزيتيف ومره نيجاتيف. اجي اجيب الدومين بتاعه عندي هنا نقول ايه؟ ار ديفرنس. عندي هنا الاولاني بوزيتيف 1 يبقى نيجاتيف 1، ديت نيجاتيف 1 يبقى بوزيتيف ايه؟ 1. يبقى انا عندي هنا الدومين بتاع الاول عندي هنا ار ديفرنس نيجاتيف 1 اند 1. طب الثانيه هاخد ديت سيت اوف زيروز بتاعت الدينيتور هنا اللي هو الاكس باور 2 ماينس الاكس ونقول ايكوال 0. هناخد الاكس هاز كومن فاكتور اكس باور 2 ديفايد بالاكس ايكوال اكس ماينس اكس ديفايد بالاكس ايكوال 1 ونقول ايكوال 0. عندي احتمال من الاثنين، either ان الx equal 0 or ان الx minus 1 equal 0 والx equal كام؟ equal 1. يبقى عندي هنا الدومين بتاعها هيكون r difference من ال 0 and ال 1. تمام؟ طب نيجي هنا انا عايز اجيب الكومن دومين، الكومن دومين هنقول r difference واكتب الاولاني اللي هو negative 1 and 1. طب وهنا ال 0 مكتوب؟ لا اضيفه. هنا ال 1 مكتوب؟ ايوه خلاص مش هكتبه. يبقى عندي هنا r difference negative 1 و 1 و 0، negative 1 and 1 عند ايه؟ عند 0 اللي هي الاجابه عندي ديت. وتعال نشوف question number 3. بيقول لي throwing when throwing a coin عند القاء قطعه معدنيه once مره واحده the probability of appearance tail، عندي هنا احتمال ظهور صوره. احنا عارفين ان انا عندي هنا tail or head دي بتكون 1 over 2 اللي هي half او 50%. طيب ما هي نفس الشيء، ال half هي ال 50% هي نفسها ال 0 وانت ايه 5 كلها نفس الفكره. تمام؟ طيب نيجي عند السؤال هنا لتر بي، بيقول لي ايه؟ بيقول لي يوز جنرال رول تو فايند جنرال رول او جنرال فورمولا، عندي هنا فايند سوليوشن سيت ان ار ذا كويشنز او عندي اوف ذا كويشن اكس بلس 1 اوفر اكس ايكوال 3 تو ذا نيرست 1 ديسيمال، عايز هنا 1 ديسيمال ايه؟ بليز تعالوا بس نمسح الجزء ده، نكتب بس الجنرال رول او الجنرال فورمولا اللي قلنا عندي هنا الاكس ايكوال، وقلنا عندي هنا بنكتبها ازاي، بنقول نيجاتيف بي بوزيتيف اور نيجاتيف روت للبي باور 2 ماينس ال 4 اي سي، لازم تبقى حافظ القانون ده زي اسمك بالظبط، ديفايد باي 2 اي. تمام، اكتب بس الايكويشن وهعدلها ليه، لانها لازم تبقى في الصوره الهين اللي هي الاي اكس باور 2 بلس بي اكس بلس سي ايكوال 0، لازم تبقى على الصوره دي. مين الـ A طبعا اللي هو الـ coefficient of x باور 2، مين الـ B الـ coefficient of x، والـ C ده الـ absolute A الـ absolute term. طب أنا الـ equation مش جالي كده، ده الـ equation جالي x plus 1 over x equal 3، لازم تتعدل وتاخد نفس الشكل اللي احنا قلنا عليه دوت كده. طب أعدلها إزاي؟
في كذا طريقه. اولا انا عندي هنا في الدنوميتور اكس ودي بفضلها، فنعمل ايه؟ نعمل ال 3 تيرمز دي تيرمز اكس، يعني اعمل لهم كلهم تيرمز اكس عندي مفيش مشكله، تيرمز اكس تمام، يبقى ملتبلاينج باي اكس، فقولوا لي اكس تيرمز الاكس ايكوال اكس باور 2 بلس اكس تيرمز 1 اوفر اكس ايكوال 1، وانا اعملها الصراحه تيرمز اكس عشان اتخلص من الاكس اللي في الدنوميتور ديت، يعني مهما كان الدنوميتور فبنعمل تيرمز الدنوميتور دوت عشان اتخلص من الدنوميتور دوت، ايكوال 3 تيرمز الاكس ايكوال كام؟ ايكوال 3 اكس. خلصت؟ لا، لازم دي تدخل جوه تكون ايكوال 0، فنقول اكس باور 2 ماينس 3 اكس بلس 1 ايكوال 0. بقى كده الشكل بتاع الايكويجن بتاعنا اللي هو الاي اكس باور 2 بلس بي اكس بلس سي نفس الشكل ده كده. نبتدي نيجي على جنب كده في الدرافت ونقول الاي ايكوال مين؟ الاي عندنا هنا الكوفيشنت اوف اكس باور 2 ب 1، البي الكوفيشنت اوف اكس نيجاتيف 3، والسي الابسولوت تيرم اللي هو عندي هنا هيكون كام؟ 1. نقول اكس ايكوال، تعالوا بقى نطبق القانون اللي عندي، نيجاتيف بي يعني بغير السن بتاعت البي، هي نيجاتيف 3 تبقى بوزيتيف 3، بوزيتيف اور نيجاتيف 3. نقول عندي هنا البي باور 2 نيجاتيف 3 باور 2 ب 9 ماينس ال 4 تايمز الاي اللي هي ب 1 تايمز السي اللي هي بكام؟ ب 1 ديفايدد باي 2 اي، 2 اي اللي هو 2 تايمز ال 1 ايكوال كام؟ ايكوال 2. يبقى عندي هنا الاكس ايكوال نقول 3 بلس روت، عندي هنا 9 ماينس 4 ايكوال كام؟ ايكوال 5، يبقى روت ال 5 ديفايدد باي 2. بوزيتيف اور نيجاتيف، مره نعملها بالبوزيتيف نشوف الاكس هتطلع بكام، ومره نعملها بالنيجاتيف نشوف الاكس هتطلع بكام. طبعا احنا ما تعبش نفسنا نعملها على الكالكوليتر على طول، نقول عندي هنا ادي الفراكشن بتاعنا اهوت، ونقول مره 3 بلس روت لل 5 اوفر عندي هنا مين 2، ونقول ايكوال خد الاس دي، وطبعا عايز 1 ديسمال فنقول ايه 2.6 وبعدين ايه 1، ف 1 ديسمال 1 هنا ما بيزودش فنكتب 2.6 على طول، بقى 2 بوينت هنا 2.6. طيب نجيب الكالكوليتر تاني ونرجع من هنا نعمل ديت ماينس، نقول ماينس ايكوال عند هنا ادي الاس اي، ونقول كام 0.38 اه ال8 لا المره دي بتزود يبقى 0 بوينت كام 0.4، نقول عند هنا ديت هتكون 0.4، هو عايز السوليوشن سيت فنقول له والله السوليوشن سيت ايكوال عند هنا 2.6 اور 0.4. وتعالوا نشوف السؤال اللي بعده بيقول لي ايه. هنا في نمبر 2 في التشوز بيقول لي if x equal 1 is one of zeros of the function عند هنا 2k minus ال k او 2x minus ال k over x minus 2 then k equal k. خد بالكم لما يقول لي one of zeros of the كذا يبقى عندي هنا هو اللي بيخلي لي النوميريتور عندي هنا بايه؟ بزيرو. طيب ليه النوميريتور تحديدا؟ ليه مش الدنوميتور؟ لان انا لما اجي اقول لك اي حاجه ديفايدد باي يعني رقم ايا كان الرقم دوت، يعني مثلا كان 3 يبقى 0 ديفايد باي 3 ايكوال 0، لو قلنا عندي هنا 0 ديفايد باي نيجاتيف 4 هيكون ايكوال 0، اكسبت مين 0 اوفر 0؟ مفيش حاجه اسمها 0 اوفر 0 او ما ينفعش نعمل ديفايد باي 0 تمام. طيب يبقى انا عندي هنا لما يبقى يقول لي عندي هنا ايكوال 0 او السيت اوف 0 يبقى معناها على طول ان النوميريتور دوت هو اللي بزيرو، ده هو اللي بايه؟ اللي بزيرو. طيب نرجع هنا بس لحته مهمه او ملاحظه مهمه، ايه هي؟ هو قال لي ال1 1 اوف زيروز، يعني ال1 بيخلي ده بزيرو، يعني مثلا لو جيت قلت 2x ماينس الكي ايكوال 0 ايه اللي بيخليها بزيرو؟ ال1، يعني لو انا شلت الاكس وحطيت عملت سبستيوشن تعويض بدل الاكس فالناتج هيكون بزيرو. طيب فنقول ايه 2 تايمز الاكس اللي هي ب1 ماينس الكي ايكوال 0، يعني 2 تايمز ال1 ايكوال 2 ماينس الكي ايكوال 0، ودي النيجاتيف كده الناحيه الثانيه بالبوزيتيف يبقى الكي هيبقى البوزيتيف ايكوال كام؟ ايكوال 2. يبقى عندي هنا في الحاله ديت الكي هيكون ايكوال كام؟ ايكوال 2. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي اف اف اكس ايكوال اكس باور 2 ماينس ال1 اوفر اكس باور 2 ماينس الاكس، وقال لي الاف تو ذا باور نيجاتيف 1 الريسبروكال بتاعها او المطلوب كده الانفرس بتاعها كي ايكوال ثيرد ذن كي ايكوال كي. طيب انا والله اجيب الاف تو ذا باور نيجاتيف 1 الاول تمام اكس، وبعدين نبقى ايه نعمل سبستيوشن بالكي والثيرد. طيب انا عشان اجيب المطلوب بتاعها كل اللي نعمله ده نوميريتور يبقى ننزل تحت في الدنوميتور اكس باور 2 ماينس 1، بس خلينا نعملها فاكتورايزيشن تمام. الفاكتورايزيشن بتاعنا عندي هنا الاكس باور 2 عباره عن اكس تايمز الاكس وال1 1 تايمز ال1 مره بوزيتيف ومره ايه ومره نيجاتيف تمام. طيب اللي فوق هناخد الاكس از كومن فاكتور وافتح براكت، فيبقى انا عندي هنا اكس ماينس مين ماينس ال1 تمام. طيب انا
عشان ابقى فاهم بس، هات لي الدومين بتاع ديت، فنقول الدومين ايكوال اور ديفرنس السيت اوف زيروز بتاعت مين؟ الدينوميتور بس، لا ده الدينوميتور والنيموريتور كمان. يعني عندي هنا بوزيتيف 1 فاكتب هنا نيجاتيف 1، طب وهنا نيجاتيف 1 تبقى بوزيتيف 1، واطلع فوق السيت اوف زيروز بتاعتها. يا مستر احنا بندور على الدينوميتور بس، لا في المالتيبيكيتيف انفيرس النيموريتور بتاع دي كان الدينوميتور بتاع الاولى، لازم اجيب برضه السيت اوف زيروز بتاعته. طب هنا اكس اللي هي بزيرو اكتبها تمام، وال1 خلاص كتبناه، يبقى عندي هنا ده الدومين بتاعنا، خليه من باب العلم بالشيء عشان هنحتاجه دلوقتي، هقول لكم هنحتاجه فين. طيب انا هبتدي اعمل ديسم ديس فورم، هنا الاكس ماينس ال1 راحت مع الاكس ماينس ال1، يبقى السيم ديس فورم بتاعي اكس اوفر اكس بلس 1. هنا بقى قال لي حاجه مهمه، قال لي ايه؟ قال لي الاف نيجاتيف 1 كي ايكوال كام؟ ايكوال 30. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني انت ساعه ما تعمل سبستيوشن عن الاكس اهو، ديت المفروض اف نيجاتيف 1 اكس زي ما مكتوب كده، فانا شلت الاكس هكتب بدلها كي. طب تمام زي الكل، يبقى تمام زي الفل، يبقى انا هكتب في الكل بدل الاكس كي زي ما هو عامل. تمام، الناتج، الناتج اللي عندي بيطلع بسرد امتى بقى؟ نشوف. يبقى عندي هنا اكس اوفر اكس بلس 1 يبقى كي اوفر كي بلس 1 ايكوال كام؟ ايكوال 30. تعالى نعمل الكروس بتاعنا، يبقى 3 تايمز الكي ايكوال 3 كي ايكوال، عملت كروس اهو، دي تايمز دي ودي تايمز دي تمام. طب يبقى 3 تايمز الكي ايكوال 3 كي، 1 تايمز الكي بلس 1 يدينا كي بلس 1، ودي دي الناحيه الثانيه يبقى 3 كي ماينس الكي يدينا 2 كي ايكوال 1، يبقى الكي ايكوال كام؟ 1 اوفر 2. 1 اوفر ايه؟ 1 اوفر 2. طب ال 1 اوفر 2 معايا في الدومين؟ ايوه، دول عندي هنا الدومين، عندي كل الارقام ما عدا، وبقول لي هنا ار، يعني كل الارقام متاحه بالنسبه لك ما عدا مين؟ ما عدا النيجاتيف 1 وال1 وال0، دول هم اللي ما ينفعش يبقى موجودين معاك. طب الهاف متاح او متاح، يبقى عندنا الكي ايكوال كام؟ ايكوال هاف، مفيش اي مشكله. وتعالى نشوف السؤال اللي بعده بيقول لي ايه. هنا بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي اف ذا دومين اوف اف اكس، اللي هي نكتب الاف اكس هنا بس عشان نقول حاجه مهمه، قال لي اكس بلس الاي اوفر اكس بلس البي تمام. طيب قال لي عندي هنا از الدومين بتاعنا، عندي هنا نقول الدومين اهوت عشان هحتاجه برضو، ار ديفرنس نيجاتيف 1 ليها معنى، هنشوف معناها ايه دلوقتي. وقال لي كمان الاف 0 ايكوال 3 برضو ليها معنى تاني تمام. طب انت عايز مين؟ قال لي والله انا عايز الاي بلس البي. طب تعالوا هنا نشوف ونفسر المعاني دي. انت لما بيقول لي عندي هنا الدومين ايكوال ار ديفرنس النيجاتيف 1، يعني ايه معناها؟ يعني الراجل بيقول لي خد جميع الارقام بالنسبه لك ما عدا النيجاتيف 1. ليه يا سيدي النيجاتيف 1؟ لان احنا عارفين كلنا ان الدومين عندي هنا بيستثني السيت اوف زيروز اوف دينوميتور، يعني بيستثني اللي بيخلي لي الدينوميتور بزيرو. الله، يعني انا لو قلت الاكس بلس بي ايكوال زيرو امتى؟ لما الاكس تكون ايكوال نيجاتيف 1، هيخليها زيرو عشان كده استثنيته. طب يلا اعمل سبستيوشن، شيل الاكس وحط بدلها نيجاتيف 1، ليه؟ عشان اعرف البي المستخبيه دي. يبقى عندي نيجاتيف 1 بلس البي ايكوال 0، يبقى البي هيكون ايكوال كام؟ ودي النيجاتيف 1 الناحيه الثانيه من البوزيتيف، يبقى البي هيكون ايكوال 1. صحيح؟ صحيح اهو، شيل الاكس البي وحط بدلها 1، يبقى اكس عندي هنا لو انا عملت سبستيوشن بنيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف 1 بلس 1 ايكوال كام؟ ايكوال 0. الله، ده حقيقي. طيب تعالى نكتب كده الفانكشن ثاني، فبنقول فانكشن اللي هي الاف اكس ايكوال الاكس بلس الايه، هكتبها زي ما انا لسه ما عرفتش الايه لسه مستخبيه. طب عندي هنا الاكس بلس البي، الاكس بلس البي اكتبها اكس بلس 1، ما انا عرفت البي ب 1 تمام. طيب هعرف الايه دي ازاي؟ من معلومه هو اديها لي برضه، ازاي؟ قال لي الاف 0 ايكوال 3، معناها ايه؟ معناها ان انت لما بتعمل سبستيوشن عن الاكس ب 0 الناتج بيكون 3. طب تعالى نعمل زي ما هو قال لي، قال لي اف 0 ادي الاف 0 اهوت، اعمل سبستيوشن، شيل اكس حط بدلها 0 زي ما هو قال لي، ما هو كتب لي بدل الاكس 0، فانا هكتبها هنا برضو. فنقول عندي هنا الاكس ديت ب 0 بلس الاي اوفر 0 اللي هي الاكس بلس 1 هيكون ايكوال كام؟ قال لي ايكوال 3. ايكوال كام؟ 3. يعني ايه؟ يعني 0 بلس ايه ايكوال ايه؟ 0 بلس 1 ايكوال 1 ايكوال 3. طب امتى تبقى ايكوال 3؟ لما نعمل هنا كروس، ايه تايمز ال 1 ايكوال الايه؟ وال1 تايمز ال3 ايكوال كام؟ ايكوال 3. يبقى عندي هنا في الحاله ديت الايه ايكوال كام؟ ايكوال 3، يبقى البي ب1 وعندي هنا الايه بكام؟ ب3. طب هو اللي انا عايز ايه؟ قال انا عايز الايه بلس البي، ايه اللي هي ب3 بلس البي اللي هي ب1، يبقى 3 بلس 1 ايكوال كام؟ ايكوال 4 تمام. تعال نشوف لتر دي، بيقول لي هنا
find in R by R solution set of x plus y equal 2. تعال نكتب الايكويشن الاولى دي كده x plus y equal كام equal 2 تمام، والتاني عندي هنا قال لي x plus 1 over y equal كام equal 2. طيب انا عندي هنا ديت فيرست ديجري ودي سكند ديجري. سكند ديجري ازاي يا مستر ده هي؟ طب تعال نشوف، تعال نعدل فيها كده، انا عايزها تبقى شكلها كويس وحلو. اول حاجه عشان نتخلص من الدينومينيتور ده هنعمل الايكويشن كلها تايمز واي تمام، فنقول ايه اكس تايمز الواي ايكوال اكس و بلس واي تايمز ال1 اوفر واي ايكوال 1 ايكوال 2 تايمز الواي ايكوال 2 تمام. تاني دخل ال2 واي جوه تدخل بالنيجاتيف، يبقى عندنا الاكس واي بلس 1 ماينس 2 واي ايكوال كام ايكوال 0. طب انا عندي هنا الايكويشن الاولى ديت اقدر اعدل فيها عشان اعمل سبستيتيوشن، يعني انا مثلا لو عايز عندي هنا وليكن اعمل سبستيتيوشن على الواي فنقول الواي ايكوال وادي الاكس الناحيه الثانيه من النيجاتيف يبقى 2 ماينس الاكس. يبقى انا عندي هنا الايكويشن نمبر 1 هنعمل سبستيتيوشن 8، عندي هنا ايكويشن نمبر كام نمبر 2، يبقى عندي هنا باي سبستيتيوشن فروم 1 اند 2 باي ذا فاليو اوف مين اوف واي. طب كل اللي انا هعمله هشيل الواي احط قيمتها، يبقى عندي هنا الاكس تايمز الواي يبقى اكس اهيت الواي، اعمل سبستيوشن هكتب بدلها 2 ماينس الاكس ما فيهاش اي مشكله بلس 1 ماينس 2 تايمز الواي، الواي اللي عندي هنا برضو 2 ماينس مين الاكس ايكوال كام ايكوال 0. تعال نفك ديت، اكس تايمز 2 يدينا 2 اكس، اكس تايمز نيجاتيف اكس يدينا نيجاتيف اكس باور 2، عندي هنا بلس 1 نيجاتيف 2 تايمز 2 يدينا نيجاتيف 4، ونيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف اكس يدينا بوزيتيف 2 اكس ايكوال كام ايكوال 0. تعالوا كده اللايك تيرمز ناخدها مع بعض، انا عندي هنا دي نيجاتيف اكس باور 2 اكتبها في الاول، عندي 2 اكس و2 اكس يبقى عندي هنا بلس 4 اكس، عندي هنا كمان 1 وماينس 4 يدينا نيجاتيف 3 ايكوال كام ايكوال 0. عشان اعمل فاكتوريزيشن تعالى نعمل الايكويشن دي كلها تايمز نيجاتيف 1 عشان تبقى دي بوزيتيف، يبقى ايكوال x باور 2 بالبوزيتيف نيجاتيف 4x، ما نعمل كله بقى تايمز نيجاتيف 1 بوزيتيف 3 ايكوال كام ايكوال 0. اعمل فاكتوريزيشن بتاعك، يبقى عندي الاكس باور 2 عباره عن x تايمز الاكس، وال3 ما فيش غيرهم 3 تايمز 1 ما هو برايم نمبر 3 تايمز 1 بس، حتى زير سام كمان هو تبين ان هو ايكوال كام ايكوال 4، يبقى 3 تايمز ال1 ده بوزيتيف يبقى 2 لايك ميدل تيرم، ميدل تيرم نيجاتيف يبقى نيجاتيف نيجاتيف. هنقول ايذر اور، ايذر ان الاكس ماينس 3 ايكوال 0 منها الاكس تكون ايكوال 3، اور ان الاكس ماينس ال1 ايكوال 0 منها الاكس تكون ايكوال 1. طب انا عايز هنا مين؟ الواي. طب ما الواي واضحه اهي، الواي عندي هنا لو كانت الاكس ب 3 اعمل سبستيوشن في 1 يبقى الواي هتكون ايكوال 2 ماينس 3 يعني ايكوال نيجاتيف 1. طب وهنا اعمل سبستيوشن برضه الواي ايكوال 2 ماينس الاكس بكام هنا؟ 1 ايكوال 1. يبقى عندي هنا اقول له ايه؟ اقول له سوليوشن 6 هنكتبها هنا في الحته الواسعه دي. لما كانت الاكس ب 3 اهي كانت الواي بكام؟ بنيجاتيف 1. طب لما كانت الاكس ب 1 كانت الواي بكام؟ كانت برضو ب 1 تمام؟ وتبقى دي السوليوشن سيت اللي معانا. وتعالى نشوف السؤال اللي بعده نمبر 3 بيقول لي ايه؟ بيقول عندي هنا if f x equal a x باور 2 minus 8 x plus 12 over b x minus 4، ولا عندي هنا ايه؟ قال لي حاجه مهمه قوي، قال لي الاف 2 ايكوال 0، دي مهمه جدا مهمه هتفيدني دلوقتي لما اجي اعمل سبستيتيوشن عن الاكس 2 زي ما احنا متعودين الناتج يكون ايكوال 0 تمام، هقدر اعرف منها قيمه الايه. طب ازاي يا مستر؟ ما انا دلوقتي نتعمل سبستيتيوشن ما انا ما اعرفش البي، لا انت تقدر تعرف على طول لان احنا قلنا اي حاجه بزيرو فالنوميريتور هو اللي بيكون بزيرو، يعني عندي هنا الناتج ده زيرو معناها ان النوميريتور هو بزيرو. طيب تاني حاجة كمان الدومين هنا لما بيقول لك ار ديفرنس ال1 يعني عملت سبستيوشن بال1 هقدر برضو اعرف الست وزيرو بتاعت الدليل، ايا كان انا اعرف اقدر اعرف دي الاول او دي الاول مفيش مشكلة. طب تعالى عندي هنا لما بيقول لي ان الاف 2، تعالى نستغل كده اول واحدة الاف 2 ايكوال 0 معناها ايه؟ معناها ان انا عندي هنا لما اعمل سبستيوشن نقول الاف 2 اهي اعمل سبستيوشن على الاكس ب 2، عندي هنا اقول ايه؟ ايه 2 باور 2 ماينس 8 تايمز 2 بلس 12 اوفر مين؟ اوفر البي اللي انا ما اعرفهاش تايمز الاكس اللي هي ب 2 ماينس ال 4. يا مستر من عندي هتبقى البي وعندي ال، يا سيدي انا مش عايز ده، بصوا انا مش عايز ده خالص اهو،
ليه؟ لانه قال لي ايكوال 0، ادام قال لي ايكوال 0 بقى النوميريتور هو اللي في 0. فاجي عندي هنا اقول ايه؟ اقول 2 باور 2 ب 4، يبقى 4a. تمام، 4a ماينس 16، يبقى عندي هنا ماينس نيجاتيف 8 تايمز 2 يدينا نيجاتيف 16 بلس 12 ايكوال كام؟ ايكوال 0. يبقى عندي هنا ال 4a زي ما هي، نيجاتيف 16 وبوزيتيف 12 يبقى نيجاتيف 4 ايكوال 0، نيجاتيف 4 بتاعت الناحيه الثانيه بالبوزيتيف يبقى ال 4a ايكوال 4. يبقى عندي هنا عرفت ان الايه ايكوال كام؟ 4 اوفر 4، يبقى الايه بكام؟ 1. تعالى نكتب الايكويشن زي ما هي. هكتبها ازاي؟ اقول اهو تعالى نكتب هنا كده ال اف اكس ايكوال عند هنا اي اكس بور، خلاص بقى انا عرفت الاي اكتب بقى قيمتها. يبقى عندي هنا الاي اللي هي ب 1، يبقى 1 تايمز اكس بور 2 باكس بور 2 ماينس ال 8 اكس بلس 12 اوفر مين؟ اوفر البيتا بتاعنا. عشان نجيب البي قال لي ان انا عندي هنا الدومين بتاعي ار ديفرنس ال 1. يعني ايه؟ يعني عندي هنا البي اكس ماينس ال 4 اللي هي في الدينتر دي هتكون ايكوال 0 امتى؟ وين؟ لما الاكس تكون ايكوال كام؟ ايكوال 1 اللي هو قال لي عليه. طب تعمل سبستيوشن، يبقى 1 تايمز البي ايكوال بي ماينس ال 4 ايكوال 0، عد النيجاتيف 4 الناحيه الثانيه بالبوزيتيف يبقى البي ايكوال 4. شايفين الدنيا حلوه وسهله ازاي؟ سهله وبسيطه والله. تمام، يبقى عندي هنا البي ايكوال كام؟ ايكوال 4. هو قال لي انا عايز مين؟ قال لي انا عايز اعرف اي اند بي. يبقى عندي هنا الاي ايكوال 5 خلاص ايكوال 1 سوري. تمام، والبي ايكوال كام؟ ايكوال 4. طب نكتب الفانكشن بقى، يبقى عندي هنا البي 4 يبقى 4 اكس ماينس ال 4، يبقى ده شكل الايكويجن او الفانكشن اللي عندي. هو ما طلبهاش بس انا بكتبها بعد ما جبت الاي القيم بتاعتها. تمام، يبقى الاي ايكوال 1 والبي ايكوال كام؟ ايكوال 4. وتعالوا نشوف لتر بي بيقول لي ايه. تعال نقرا لتر بي بيقول لي، بيقول لي ايه وبي ار تو ايفنتس اوف ذا سمبل سبيس اوف راندوم اكسبيرمنت والبروبابيلتي اوف ايه ايكوال 3 اوفر 7. البروبابيلتي اوف ايه تعالى نكتب كده الجيفن اللي هم ادوهولي هنا كده مع بعض 3 اوفر 7. طب وقال لي ايه كمان؟ وقال لي البروبابيلتي اوف ايه يونيون البي ايكوال 4 اوفر 7. تمام، قال لي انا عايز ايه هنا؟ قال لي انا عايز البروبابيلتي اوف بي بلس 2 بروبابيلتي اوف ايه انترسكشن عندي هنا دي. طيب يبقى اداني بروبابيلتي اوف ايه كتبناها، بروبابيلتي اوف ايه يونيون بي كتبناها، وراح مديني الايكويشن دي كلها. قال لي بروبابيلتي اوف بي بلس 2 بروبابيلتي اوف ايه انترسكت البي ايكوال 2. فاين عندي هنا عايز مين؟ بروبابيلتي اوف بي، وعايز بروبابيلتي اوف بي ديفرنس الايه. طيب في عندي هنا حاجه مهمه نكتب ايه هي؟ هنكتب القانون بتاع البروبابيلتي بتاع اليونيون. بروبابيلتي اوف ايه يونيون البي عباره عن بروبابيلتي اوف ايه بلس probability of B difference probability of A intersect B. تمام، هو عايز يعرف مين؟ قال انا عايز اعرف probability of B. طيب اليونيون انا هكتبها 4 over 7 اهي زي ما هو قال لي، انا حافظ القانون كتبته. ابتدي اعمل substitution، قال لي اليونيون ايكوال 4 over 7 كتبتها، وقال لي probability of A ايكوال 3 over 7 كتبتها. تمام، عندي هنا بلس مين؟ probability of b ما اعرفهاش، ولا اعرف كمان الانترسكشن. هلا طب ما نعرف ايه؟ هجيب ازاي البي وانا ما اعرفش الانترسكشن؟ يا سيدي البي هنا او الانترسكشن هنا مديني هنا equation in terms of b and الانترسكشن. يعني ايه؟ يعني لازم اعدل كده في الايكويشن ديت عشان اقدر اجيبها. يعني مثلا لو جيت وقلت لك انا عايز 2 probability of a intersect b، هتقول لي هعدل البروت اوف بي الناحيه الثانيه تبقى بالايه؟ بالنيجاتيف. يبقى عندي هنا نقول ايه؟ 2 ماينس بروت اوف بي. يا سيدي انا عايز اعرف دي، ما اعرفش 2. يا سيدي اهوت اعمل ديفايدد باي 2، اعمل دي ديفايدد باي 2، وهنا دي ديفايدد باي 2، ودي ديفايدد باي 2. تمام، يبقى عندي هنا ال 2 هتروح مع ال 2، يبقى بروبابيلتي اوف ايه انترسكت البي هيكون ايكوال ال 1 ماينس الهاف بروبابيلتي اوف بي. يعني ايه؟ يعني اعمل سبستيوشن هنا الايكويشن بقى اهو، انا البي ما اعرفهوش والانترسكشن ما اعرفوش، لكن اعرفه ان ترمز اوف بي. طيب نكمل، يبقى 4 اوفر 7 زي ما هي مش فيها مشكله، 3 اوفر 7 زي ما هي برضو بلس روت اوف بي، ده دي اللي انا عايز اخليها ماينس. عندي هنا الانترسكشن، انترسكشن ايكوال كام؟ هنقول له ماينس دول كلهم، هو الانترسكشن هنا ايكوال 1 ماينس الهاف بروبابيلتي اوف بي. تمام، تمام. طيب
عدي ال 3 اوفر 7 الناحية التانية مع ديت تبقى بالنيجاتيف، عندي هنا 4 اوفر 7 ماينس 3 اوفر 7 ايكوال مين؟ ايكوال probability اوف بي. وتعالى نعمل تايمز النيجاتيف دي، نيجاتيف تايمز 1 ايكوال نيجاتيف 1، نيجاتيف تايمز نيجاتيف بوزيتيف هاف probability اوف بي. تمام؟ طيب يبقى انا عندي هنا 4 اوفر 7 ماينس 3 اوفر 7 ايكوال 1 اوفر 7. ماشي، انا عندي هنا probability of b، تعالى بس في عندي هنا حاجه مهمه، ايه دي؟ نيجاتيف 1 عدينا الناحيه الثانيه تبقى بالبوزيتيف، يبقى بوزيتيف 1 تيجي مع ال 1 اوفر 7، يبقى عندي هنا نيجاتيف 1 عدت الناحيه الثانيه مع ال 1 اوفر 7 بقت بوزيتيف 1، يبقى لي مين؟ probability of b بلس هاف، يعني ايكوال كام؟ ايكوال 1 اند هاف او 3 اوفر 2 probability of b. طيب وديت 1 اند 1 اوفر 7، يبقى عندي هنا ال 3 over 2 probability of b equal 1 and 1 over 7. يلا اعملها improper، نقول 1 times 7 equal 7 بس 1 equal 8 يبقى 8 over 7. طب انا عايز probability of b بس لوحدها يبقى equal كام؟ equal 8 over 7 times reciprocal بتاع دي بدل 3 over 2 يبقى 2 over 3. يبقى عندنا equal كام؟ equal 2 times 8 equal 16، و 3 times 7 equal كام؟ equal 21. يبقى عندنا الناتج هيكون equal كام؟ equal 16 over 21. وتعالى نكتبها فوقها عشان نمسح الجزء ده عشان نكمل بقية السؤال. يبقى عندنا كتبت probability of b equal 16 هي over 21. وتعالى نشوف المطلوب التاني. طيب هو قال لي هنا انا عايز probability of b differential a، وقلنا probability of b differential a عبارة عن probability of b ماينس عند هنا probability of A intersecting B. ازاي مستر حافظ القوانين دي؟ انا مش عايزكم تحفظوا، عايزكم تفهموا. يعني مثلا يجي يقول لي probability of B difference A معناها ايه؟ بصوا لو انا عندي هنا دي كده البي، اوريها لكم بس كده عشان لو نسيت القانون تفكر لنفسك. يعني مثلا لو كانت ديت البي وديت الاي، قال لي probability of B difference A يعني اللي موجود في البي ومش موجود في الاي، الجزء ده كده، مش دي معناها؟ معناها ان الجزء اللي موجود في البي ومش موجود في الاي، مش ينفع اخد ده لان ده مشترك مع الايه. معناها ايه؟ معناها ان probability of b كلها. بس يا مستر انت خدت الحته دي معاك، خلاص هستثنيها يا سيدي، هي دي هستثنيها اللي هي الانترسكشن. يبقى عندي هنا probability of b difference ليه عباره عن probability of b كلها difference الحته دي اللي هي الانترسكشن دي مش عايزها، خلاص يبقى ده القانون بتاعنا. تمام، فهمنا احنا جبناه ازاي؟ مش عايزك تحفظ، انا عايزك تفهم جت من فين القانون. وتعالى نكمل حل. طب يبقى انا عايز ديت البروبيت اوف بي انا لسه جايبها اللي هي بكام؟ اللي هي ب 16 اوفر 21 ماينس الانترسكشن. ده الانترسكشن مش عندي يا مستر، بس انا سايب لكم اهوت العلاقه بينه وبين البي. قلنا عندي هنا البروبابيلتي اوف اي انترسكت البي ايكوال 1 ماينس هاف تايمز البروبيت اوف بي. طب البروبيت اوف بي اللي هي 16 اوفر 21 نقدر نقول ديفوت بتو ايكوال 1 ديفوت بتو ايكوال كام؟ ايكوال 8. يبقى عندي هنا ده 8 اوفر 21، ال 1 ده اللي هو عباره عن 21 اوفر 21. اشمعنى كتبته كده؟ ما هو انا او اعملها على الكالكوليتر 1 ماينس 8 اوفر 21 ماينس 8 اوفر 21 يبقى الناتج ايكوال كام؟ ايكوال 13 اوفر 21. هو 21 ماينس 8 ايكوال كام؟ ايكوال 13. يبقى عندنا نقول ماينس 13 اوفر 21. يلا نعمل ماينس 16 ماينس 13 ايكوال 3 اوفر 21. اعمل سمبلست فورم ديفايد باي 3 ايكوال 1 ديفايد باي 3 ايكوال كام؟ ايكوال 7. يبقى الناتج عندي هنا 1 اوفر 7. زي ما قلنا اسئله غير تقليديه، اسئله حلوه جميله بتشغل المخ وبتستدعي الفهم. تمام، تعال نشوف نمبر 4. نمبر 4 قال لي فايند ان ذا سمبلست فورم شوينج دومين. تمام، انا عندي هنا عايز السمبلست فورم. شو دايما سمبلست فورم مقترنه بشوينج دومين. اوعى ننساها في الامتحان، في ناس بتعمل سمبلست فورم وتنسى تجيب الدومين، او يجيب الدومين ويقف عندها ما يكملش عند السمبلست فورم. لا، الاثنين مرتبطين ببعض. تعال عندي هنا نجيب السمبلست فورم. اول حاجه بنقول اف اكس، عشان اجيب السمبلست فورم لازم خطوه اولى، انا قلت لكم ثلاث خطوات 3 ستيبس فاكتورايزيشن، وبعدين عندي هنا دومين، وبعد الدومين السمبلست فورم. دول 3 ستيبس لازم تعملهم بالترتيب كده. يبقى عندنا الفاكتورايزيشن، تعال نقول ديت عندي هنا 9 ماينس الاكس باور 2 عباره عندي هنا عن 3 ماينس الاكس تايمز 3 بلس الاكس، ده الفاكتورايزيشن بتاع الديفرنس بتوين تو سكوير. تمام، طيب
والله بصوا، عشان مش نحير نفسنا، تعالوا هنعمل حاجة حلوة خالص. ايه هي؟ بص معايا، عشان يبقى شكل المسألة حلو من الأول، تعالوا هقول لكم على حاجة حلوة. ايه هي؟ تعالى نعدل شكلها كده. نعدل شكلها ازاي؟ دي 9x باور 2، احنا متعودين x باور 2 بتبقى ماينس 9. طب يا سيدي خد النيجاتيف هايست كومن فاكتور، عادي عادي، هي دي بوزيتيف 9 هنخليها نيجاتيف 9 كده، ودي نيجاتيف اكس فتبقى بوزيتيف اكس باور 2. وانا نيجاتيف خدت هايست كومن فاكتور برضه. تعالى هنا كمان هاخد نيجاتيف هايست كومن فاكتور، ليه؟ لان الاكس باور 2 عايزين عشان نعمل فاكتوريزيشن، فعايزين دي تبقى بالبوزيتيف، فناخد نيجاتيف هايست كومن فاكتور بره اهو، فتبقى دي كام؟ اكس باور 2 بالبوزيتيف، عند هنا دي نيجاتيف 2x، بغير السين بتاعت الكل، بوزيتيف 3 تبقى نيجاتيف 3. تمام، النيجاتيف هيروح مع النيجاتيف بس. تمام، طيب نيجي هنا في حاجه عايز ناخدها، في عند دي. تمام، يبقى ناخد نيجاتيف هايست كومن فاكتور، بس نقول ايه؟ نيجاتيف تايمز بوزيتيف يديني نيجاتيف، اكتب نيجاتيف على طول. تمام، دي نيجاتيف اكس باور 2 تبقى بوزيتيف اكس باور 2، دي نيجاتيف اكس تبقى بوزيتيف اكس، دي بوزيتيف 2 تبقى نيجاتيف 2، واللي فوق زي ما هي 5x بلس 10. يبقى انا كده عدلت من شكل المساله ظبطتها. تمام، طب تعالوا نعمل الفاكتوريزيشن بتاعنا بتاع اول واحده. قال لي عندي هنا الديفرنس بتوين تو سكوير هم، يبقى اكس واكس، ال 9 3 تايمز 3، مره بوزيتيف ومره نيجاتيف. تمام، هنا هنقول ادي تو برنسيز، الاكس باور 2 عباره عن اكس تايمز الاكس، وعندي هنا ال 3 3 تايمز 1، الكبير فيهم اللي هو 3 الميدل تيرم بالنيجاتيف، والتانية عكسها بالبوزيتيف ماينس. هنا هناخد ال 5 هاس كومن فاكتور، يتبقى لي اكس بلس 2. تمام، اخدت ال 5 هاس كومن فاكتور، يبقى لي كام؟ اكس بلس اي بلس 2. وعندي هنا تعالوا نعمل الفاكتوريزيشن بتاع ديت، الاكس باور 2 عباره عن اكس تايمز الاكس، وعندي هنا 2 تايمز ال 1، الكبير فيهم اللي هو 2 هياخد الميدل تيرم بوزيتيف، والتاني عكسها نيجاتيف. طب نقول عندي هنا الدومين ايكوال، قبل ما اعمل اي سمبلست فورم اور ديفرنس، عندي هنا دي نيجاتيف 3 تبقى بوزيتيف 3، بوزيتيف 1 يبقى نيجاتيف 1، بوزيتيف 2 يبقى نيجاتيف 2، نيجاتيف 1 يبقى بوزيتيف 1، واقفل. تمام، طيب تعالوا نعمل السمبلست فورم، دي اكس ماينس 3 راحت مع الاكس ماينس 3، وعندي هنا الاكس بلس 2 راحت مع الاكس بلس 2، يبقى لي مين؟ نقول ان اكس او الاف اكس، سوري هنا اف اف اكس هنا اكس بلس 3 اوفر اكس بلس 1، اهي اكس بلس 3 اوفر اكس بلس 1 ماينس مين؟ يبقى لي فوق هنا 5 وتحت هنا اكس ماينس مين؟ ماينس ال 1، هنا اكس بلس 1 هنا اكس ماينس 1. نقول ايه؟ عشان يبقى دول لايك دينومينيتور لازم نعملهم هما الاثنين تايمز بعض، يعني اقول ايه؟ دي كده ودي تايمز بعض، يعني عندي هنا اقول اهوت دينومينيتور واحد، يعني عندي هنا اقول ايه؟ اكس بلس 1 تايمز اكس ماينس ال 1، ونعمل كروس دي تايمز ديت، فعندي هنا يبقى اكس بلس 3 تايمز اكس ماينس ال 1 ماينس عندي هنا ال 5 تايمز دي اللي هي x بلس 1 اهي. طيب يلا نقول نفكك دول كده مع بعض، يبقى عندنا نقول equal x تايمز x equal x باور 2 بوزيتيف 3 ونيجاتيف يدي نيجاتيف 3، عند هنا بوزيتيف 3 ونيجاتيف دي يدينا بوزيتيف 2x، عند هنا ماينس 5x ماينس 5 اوفر عند هنا مين؟ x باور 2 ماينس ال 1، نعملهم تايمز بعض. طب انا عندي هنا ده كده اكس باور 2، وعندي هنا 2 اكس ونيجاتيف 5 اكس يدي نيجاتيف 3 اكس. تمام، نيجاتيف 3 ونيجاتيف 5 يبقى نيجاتيف 8، وعندي هنا اكس باور 2 ماينس مين؟ ماينس ال 1. تمام، يبقى طبعا عندي هنا ديت ملهاش فاكتوريزيشن، فهتتكتب زي ما هي. تمام، اكس باور 2 ماينس 3 اكس ماينس ال 8 اوفر مين؟ اوفر ديت الفاكتوريزيشن بتاعها، نرجعها للاصل بتاعها اللي هي الاكس ماينس ال 1 تايمز الاكس بلس مين بلس ال 1، وده السمبلست فورم بتاعي، ودوت عندي هنا الدومين. وتعالى نشوف السؤال اللي بعده بيقول لي ايه. في نمبر 5 هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي اف ان 1 اكس ايكوال اكس باور 2 ماينس الاكس اوفر اكس باور 3 ماينس 2 اكس باور 2، والان 2 ايكوال كذا. قال لي بروف ذات ان ان 1 ايكوال ال ان 2، عايز اثبت ال ان 1 ايكوال ان 2.
انا طبعا لما نيجي نحل ديت بعمل عندي هنا بروح اسمين الصفحة نصين زي كده، تمام اهوت، واجي عندي هنا اقول ايه، اقول ادي ال N1، نقول ال N1 اهيت ايكوال N1 اكس ايكوال. هنا نفس الخطوات نفس الستبس بتاعت هنعمل فاكتوريزيشن للاولى، يبقى عندي هنا ناخد الاكس اس كومن فاكتور، يبقى عندي x باور 2 ديفايد بx ايكوال x ماينس ال x ديفايد بال x ايكوال كام ايكوال 1 اوفر، عندي ناخد ال x باور 2 هاش كومن فاكتور وافتح براكت ونقول x باور c ديفايد بx باور 2 ايكوال x و 2x باور 2 ديفايد بx باور 2 ايكوال نيجاتيف 2 او ماينس 2، تمام. طيب يبقى عندي هنا عملت ده فاكتوريزيشن، اجي اجيب الدومين، يبقى نقول عندي هنا الدومين اللي هو دي 1 ايكوال اور ديفرنس، عندنا هنا مين ده الزيرو ونيجاتيف 2 يبقى بوزيتيف 2، تمام. طيب نعمل السيمبلست فورم، هشيل x مع الباور 2 يبقى الناتج اللي عندي ايكوال كام، ايكوال x ماينس ال 1 اوفر x تايمز ال x ماينس مين ماينس ال 2، ديت ال n1 x ودي هسميها ايه، هسميها 1. طب نيجي على ال n2 x، قلنا عندي هنا في ال n2 x ايكوال نفس الشيء، هنعمل فاكتوريزيشن اهو، هنقول ايه، هنقول عندي هنا ادي تو برانسيز، الاكس باور 2 عباره عن اكس تايمز الاكس، وعندي هنا 2 تايمز الايه ال1، دي بوزيتيف يبقى الاثنين لايك ميدل تيرم، نيجاتيف نيجاتيف. اللي بعدها هناخد الاكس اس كومن فاكتور وافتح براكت ونقول اكس باور سي ديفايد باكس ايكوال اكس باور 2 ماينس، عندي هنا 4 اكس باور 2 ديفايد باكس ايكوال 4 اكس بلس 4. طيب ونقول ادي ال n2 اكس اللي فوق خلاص عملت لها فاكتوريزيشن اللي هي x ماينس 2 تايمز ال x ماينس ال 1، نعمل فاكتوريزيشن ديت، يبقى عندنا هنا x دي 2 برانسيز اهمت، هتبقى بيرفكت سكوير ولكن نعملها في 2 برانسيز عشان لو هعمل سيمبلس فورم ولا حاجه، يبقى ال x باور 2 عباره عن x تايمز ال x وال 4 2 تايمز 2، دي بوزيتيف يبقى 2 لايك ميدل تيرم نيجاتيف نيجاتيف. اجي اجيب الدومين اللي هي دي 2 ايكوال ار ديفرنس، هنا مين الزيرو وهنا نيجاتيف 2 يبقى بوزيتيف 2 هكتبها، هعمل السيمبلست فورم هنشيل x ماينس 2 مع ال x ماينس 2 يتبقى لي مين ال n2 x equal x ماينس ال 1 over x times ال x ماينس مين ماينس ال 2 وديت عندي هنا 2، ف from 1 and 2 من 1 و 2 ألاحظ إيه؟ إن أنا عندي هنا الدومين كان كام؟ الدومين عندي هنا دي r difference 0 و 2 هنا، الدومين r difference 0 و 2 هي نفسه. طب في السيمبلس فورم x ماينس 1 اوفر x تايمز ال x ماينس 2 برضه نفسها، يبقى عندي هنا from 1 and 2 then ال n1 equal mean equal ال n2، يبقى انا قدرت اثبت ديت. وتعالوا نشوف لتر b واخر سؤال معانا بيقول ايه، بيقول لي هنا find in simplest form shown domain، عندي هنا طبعا simplest form shown domain نفس الخطوات بتاعتي اللي عندي هنا، هيبقى كامل اف اكس ايكوال، هنا هنعمل فاكتوريزيشن، هنقول الاكس باور 2 ادي الاكس تايمز الاكس وال6 تو نمبر ذير برودكت از 6 اند ذا ديفرنس بتوين ذيم ايكوال 1 يبقى 2 تايمز 3. عندي هنا اللاست تيرم بالنيجاتيف يبقى 2 ساين ار ديفرنت، الجريتر منهم بياخد الميدل تيرم بوزيتيف والثانيه عكسها هتكون نيجاتيف. اوفر عندي هنا ادي 2 برانسيز الاكس باور 2 اكس واكس وال6 تو نمبر ذير برودكت از 6 اند ذا سم اوف ذم از 5، يبقى عندنا برضو 2 تايمز 3، هنا ديت بوزيتيف 2 لايك الميدل تيرم بوزيتيف بوزيتيف، هنا الديفايدد ممكن نخليها تايمز بس بشرط اجيب المالتيبليكيشن فيرس بتاع اللي بعد الديفايدد، تبقى تايمز بس اجيب المالتيبليكيشن فيرس بتاعها. طيب انا عندي هنا ده نقدر نعمل لها فاكتوريزيشن بس باي ايه بقى؟ باي جروبنج، احنا ممكن نسين الباي جروبنج شويه ولكن هنا طبعا 4 تيرمز زي ما احنا شايفين فهنعمل لها فاكتوريزيشن باي مين؟ باي جروبنج. طيب باي جروبنج يعني ايه؟ يعني انا عندي هنا ممكن ناخد دول مع بعض ودول كده مع بعض ودول كمان مع بعض ودول كمان مع بعض، انا بس الفكره بتاعته معتمده على مين؟ على الهاي سكون فاكتور. طيب احنا طبعا قلنا divided times اجيب المالتيبليكيشن بتاعها، يعني دي هتبقى تحت، فانا لو خدت من هنا تحت عندي هنا اهوت الاكس باور 2 هاز كومن فاكتور افتح براكت هتبقى لي مين اكس، بنقول اكس باور سي ديفايد باكس باور 2 ايكوال اكس ونيجاتيف 2 اكس باور 2 ديفايد باكس باور 2 ايكوال كام ايكوال نيجاتيف 2،
تمام، بلس عندي هنا ديت اللي هي الاكس ماينس مين؟ ماينس 2. طيب دي نفس الشيء برضو، هناخد من هنا عايز يكون فاكتور اللي هي الاكس باور 2، تمام، يبقى اكس باور 3 ده اكس باور 2 ايكوال اكس بلس 2، تمام. طيب والتانية اللي عندي هنا بلس اكس بلس 2، هنقول ايكوال دي زي ما هي. طبعا مش هعمل اي سيمبلس فورم خالص الا لما اعمل بيرفكت فاكتورايزيشن. يعني ايه يعني فاكتورايزيشن كامل؟ تمام. فانا عندي هنا ديت هيكون ايكوال كام؟ ايكوال اهوت الاكس ماينس 2 تايمز الاكس بلس 3 زي ما هو، ده نفسه هيتكتب زي ما هو ما فيهوش اي مشكله، بس نكتبها افضل. يعني اكس ماينس 2 عندي هنا اكس بلس 3 زي ما هي، اكس بلس 2 واكس بلس 3 تايمز، من هنا هناخد منها هيسكون فاكتور دي ودي اتكررت، فاخد الاكس بلس 2 هيسكون فاكتور، افتح براكت هتبقى لي من هنا مين؟ الاكس باور 2 بلس دي اخدناها ديفوت بيها نفسها، دي المفروض تايمز 1، يبقى عندي هنا هيكون ناتج كام؟ 1. نفس الشيء هنا هاخد الاكس ماينس 2 هيسكون فاكتور، هتبقى لي عندي هنا الاكس باور 2 بلس 1. طب من هنا بقى احنا خلاص خلصنا، نقدر نجيب مين؟ نقدر نجيب الدومين، يبقى عندنا الدومين equal r difference، وفي ناس بتنسى تكتب r difference دي بتكتب الارقام على طول غلط. انا عندي هنا positive 2 فنكتب negative 2، عندي هنا positive 3 يبقى negative 3، عندي هنا negative 2 يبقى positive 2، خلاص نكتبها. عندي هنا ديت ملهاش set of zeros لان x باور 2 بلس 1، طبعا باور 2 حتى لو رقم negative باور 2 بتضيع مين؟ ال negative. نبص فوق عندي هنا بوزيتيف 2 نيجاتيف 2 كتبناها، طب ليه بصينا فوق؟ لان ديت كانت المالتيبليكيت انفيرس، واحنا قلنا المالتيبليكيت انفيرس بناخد السيت اوف زيروز بتاعت الدينومينيتور والنوميريتور الاثنين مع بعض، تمام. طيب النيجاتيف 2 خلاص كتبناها، فمش داعي ان احنا نكتبها تاني. نبتدي نعمل السمبلس فورم بتاعنا، هنقول ايه؟ هنا اكس بلس 3 راحت مع الاكس بلس 3، وعندي هنا اكس ماينس 2 راحت مع الاكس ماينس 2 هنا، اكس بلس 2 هنا راحت مع الاكس بلس 2 هنا، يبقى لي عندي هنا اكس باور 2 بلس 1 وهنا اكس باور 2 بلس 1 برضو راحوا مع بعض، يبقى الناتج عندي هيكون ايكوال كام؟ ايكوال 1. يبقى الاف اكس ايكوال ايه؟ ايكوال 1. وعندي هنا الدومين بتاعها موجود. بكده نكون خلصنا حل الموديل 2، متشكرين جدا لاهتمامكم ومشاهدتكم، نشوفكم على خير، وما تنسوش لايك وشير للفيديو عشان غيرك يستفيد، واشوفكم على خير باذن الله، مع الف سلامه.